بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، متابعي قناة طبيب طبيب أطفالي دكتور أشرف نبيه، حابب أكلمكم النهاردة في موضوع كلنا بنستفسر عنه. أم بتقول إن طفلي المناعة بتاعته قليلة، أم تانية بتقول ده ابني العظم بتاعه ضعيف، ده ما بيقدرش يقعد ما بيقدرش يقف، المشي بتاعه مش مظبوط، ده العظم بتاعه مقوس، ده أسنانه بتتآكل، ده في تسوس في الأسنان، ده أسنانه اتأخرت. أم تانية بتقول ابني بيروح الحضانة، التركيز بتاعه مش كويس، التركيز بتاعه ضعيف، عنده تشتت، ما بيش بيعرف يحفظ ورا المس كويس. كل الحاجات وكل الشكاوى ديت هنتكلم عنها في موضوع واحد عنوانه ايه الأغذية او ايه المكملات الغذائية اللي احنا ممكن نديها لأطفالنا او نبدأ معاهم نأسسهم من لحظة الولادة عشان يبقى عظمهم قوي، مناعتهم قوية، تركيزهم كويس، وظائف المخ بتاعتهم كويسة، ننمي الذكاء بتاعهم. ان شاء الله هتبقى هي دي الحلقة بتاعتنا النهاردة. قبل ما نبدأ في الحلقة هنقول لكم يا ريت اللي لسه مشتركش في القناة شارك معانا في القناة ويفعل الجرس عشان يوصله كل الإشعارات بتاعت القناة، ولو في أي سؤال أو أي استفسار نكتبه في التعليقات اللي تحت الفيديو. ويلا نبدأ حلقة النهاردة. بنقول إيه أهم حاجة هنبدأ معاها مع طفلنا من لحظة الولادة عشان نقوي المناعة، نحسن كفاءة العظم، نحسن الأسنان، نحسن وظائف المخ، نزود قدرات الذكاء. أول حاجة عندنا الرضاعة الطبيعية. الرضاعة الطبيعية يا جماعة هي مؤسس كل حاجة في الجسم، مناعة، ذكاء، عظام، أعضاء، كل حاجة البداية الرضاعة الطبيعية. ريت كل الأمهات تبدأ مع أطفالها الرضاعة الطبيعية، اللبن الطبيعي حتى عمر 6 شهور كافي غذائيا من كل المواد الاملاح المعدنيه، الحاجات الخاصه بالعظم، الحاجات الخاصه بنمو المخ، الفيتامينات، البروتينات، الدهون، الكربوهيدرات، المواد السكريه، كل حاجه لبن الام كافي وفي كل العناصر الغذائيه لحد عمر 6 شهور، بالاضافه طبعا لكل الاجسام المضاده اللي بتنزل من الام عن طريق اللبن بتوصل للطفل، بتقيه من كل الأمراض وبترفع المناعة بتاعته، ودي خاصية مش موجودة في أي لبن صناعي. رقم واحد في التأسيس بتاعنا الرضاعة الطبيعية. يا ريت كل أم حتى اللي مش بتقدر ترضع طبيعي وعندها لبنها مش كافي ما تقطعش الرضاعة الطبيعية، ترضع اللبن الطبيعي بتاعها على قد ما تقدر وبعد كده تبقى تكمل بالحليب الصناعي. ده رقم واحد. رقم اتنين برضو حاجات من الحاجات الطبيعة، هنعرض الطفل بتاعنا لأشعة الشمس. أشعة الشمس الغنية بفيتامين د اللي بتخلي الجسم بتاعنا يبقى قوي، تخلي العظم بتاعنا يبقى قوي. بس لازم عشان أعرض ابني للشمس لازم الجلد بتاعه نفسه يبقى متعرض للشمس، يعني ما أطلعوش في الشمس بس كده راسه تتجلي وضربة شمس وخلاص، لأ ده أنا هطلعه في الشمس جلده بتاع إيديه وبتاع رجليه نتعرض لأشعة الشمس الهادئة اللي هي قبل الظهر واللي قبل الغروب، ما يجيش بقى في الفترة الحر قوي دي أشعة الشمس ممكن تكون أشعة ضارة ساعتها، يبقى أنا بختار وقت تعرض ابني لأشعة الشمس الفترة اللي قبل فترة الظهر قبل صلاة الظهر وقبل الغروب، مثلا ربع ساعة وربع ساعة أو نص ساعة ونص ساعة، وهاخد بالي إن الراس متغطية عشان ابني ما يصابش بضربات الشمس. أشعة الشمس دي بتقوي العظم لأنها مصدر أساسي وطبيعي لفيتامين د الهام والضروري لامتصاص الكالسيوم وترسيبه في العظم والأسنان، وده بيقوي المناعة. الحاجة التانية إن أشعة الشمس حاجة مصدر طبيعي يقوي المناعة وبيقلل الأمراض نفسها، يعني البيت الذي يدخله الشمس أو تدخله الشمس لا يدخله الطبيب. الشمس مصدر من المصادر الطبيعية التي تقوي المناعة وتقي من الأمراض والميكروبات. الحاجة الثالثة بعد كده أغذية، بقى من ضمن الأغذية الحليب.
أو اللبن ومنتجاته. اللبن نفسه بعد عمر سنة من العمر، طبعا يفضل ما نديش أي ألبان خارجية اللي هي ألبان البقر والجاموس وأي ألبان من المستحضرات غير الألبان الصناعي، ما نديهاش للطفل قبل عمر سنة عشان نتجنب أمراض حساسية الألبان. طب في منتجات الألبان اللي هي زي الزبادي اللي هو اليوغرت ده، ممكن أبدأ فيها. بعض الناس بتوصي إن احنا ممكن نبدأ فيها من الشهر السادس، يعني بعد ما الطفل يتم 6 شهور في بداية التغذية، بس أنا بقول لكم يا ريت يفضل إن احنا نقدمها بعد الطفل ما يبقى أخد المواد النشوية. يفضل إن بداية تغذية الطفل تكون نشويات، أبدأ نشويات من 6 شهور، مدة شهرين ولا حاجة نشويات، وبعد كده ممكن أبدأ في الأغذية الأخرى، فممكن أبدأ أدي الزبادي من 8 شهور. ولو طفل عنده حساسية ألبان يفضل إن احنا نأجله لمدة سنة. الزبادي أو منتجات اللبن دي طبعا غنية بالكالسيوم، غنية بالبروتينات، هامة جدا للعظم والأسنان، بتقوي الجسم، بتدينا مناعة، فيها بروتينات، بتدي قوة للعظم والعضلات، وبتنمي ذكاء الطفل، وكمان بتزود المناعة بتاعة الطفل. الأغذية اللي بعد كده الخضروات والفواكه الطازجة، ودي بتبقى غنية ب فيتامين سي، وفيتامين سي ده أساسا من ضمن الحاجات اللي بتزود مناعة الطفل ضد الميكروبات، وكمان هام في ترسيب الكالسيوم في العظام والأسنان، يبقى كمان بيبقى ليه فايدة في موضوع العظم وقوة العظم والأسنان وعدم تأكلها وعدم تسوسها. وبنخص البرتقال في التحديد ده لأنه غني بفيتامين سي اللي هو هيقينا من الأمراض، وكمان غني بالكالسيوم، وفي كلتا الحالتين توفر الكالسيوم وفيتامين سي في فاكهة واحدة اللي هي البرتقال ديت كويسة خالص عشان موضوع قوة العظام. عندنا كمان من ضمن الأغذية الهامة بالنسبة لموضوع العظام والأسنان وزيادة المناعة وزيادة القدرات العقلية والذكاء، بنتكلم على المكسرات، غنية جدا بالأحماض الدهنية اللي بتزود كفاءة الذكاء والعقل عند الأطفال. فأهم حاجة من ضمن المكسرات ديت الجوز وعين الجمل، الفول السوداني، الفستق، البندق، الحاجات دي كلها بتزود الجسم بالأحماض الدهنية الهامة لنمو العقل وزيادة الذكاء، كمان بتزود مناعة الجسم ضد الأمراض. عندنا كمان من ضمن الأغذية الهامة في موضوع العظام، العظم دوت بيكون من كالسيوم، وكمان محتاج حاجة اسمها الكولاجين اللي بتبقى عبارة عن مواد بتتخلل العظم، ودي هامة جدا لتكوين العظام. والكولاجين دوت بيبقى موجود في البروتينات الحيوانية زي البيض وزي لحوم البقر أو لحوم الحيوانات، دي بتبقى غنية بمادة الكولاجين اللي هو هام جدا لتكوين العظام. عندنا كمان من ضمن الأغذية الهامة في موضوع العظام الحاجات الغنية بالبوتاسيوم، لأن البوتاسيوم برضو هام لتكوين العظام. والأغذية الهامة الغنية بالبوتاسيوم تبقى زي الموز، الحاجات دي بتبقى هامة جدا لأنها غنية بالبوتاسيوم اللي بيدخل في تكوين العظام. حاجة مهمة كمان بالنسبة لموضوع العظم عشان نحافظ على قوته ونحافظ على مناعة الطفل، إن ما نزودش الحاجات اللي فيها المشروبات الغازية، يعني المشروبات الغازية ديت بتعمل على تآكل العظام وهشاشة العظام، فياريت نجنب أطفالنا
الحاجات اللي هي خاصة بالمشروبات الغازية. حاجة أخيرة عشان موضوع العظم، إن إحنا نقلل الملح اللي هو ملح الطعام في الأكل بتاعنا، إن الكلية بتضطر إنها تخرج الصوديوم. إزاي؟ الصوديوم الملح الطعام ده بيبقى غني بمادة الصوديوم، فالكلى هتضطر إنها تخرج الصوديوم دوت من الجسم. للأسف إنها على ما تيجي تخرج الصوديوم بتخرج معاه عنصر الكالسيوم، فبيقل الكالسيوم في الجسم، فترسيبه في العظم بيقل، فهيحصل نقص أو لين في العظام أو هشاشة في العظام بالنسبة للأطفال. طبعا العظم مهم جدا، لأن هو ده اللي هيخلي الطفل يقعد، هيخلي الطفل يقف، هيخلي الطفل يبدأ يتحرك ويمشي ويطلع سلالم وينزل سلالم، اللي هي التطورات الحركية بالنسبة للأطفال. أرجو إن احنا نكون استفدنا من هذا الفيديو، وإن شاء الله نتقابل في فيديوهات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.